صفر صفر. طيب هون انا عندي الاي قيمتها واحد variable، وعندي ستار سي حكيت بتساوي الاي اي اسم المصفوفه 0 1 2 3. انا لما احكي له انتجر ستار سي البوينتر تساوي اي، يعني السي بتاشر على اول element. بعدين شو حكيت له؟ اي اوف 0 تساوي اي بلس بلس، بحط القيمه هون بعدين بجمع، يعني هون بنحط واحد تمام، بعدين بجمع بتصير هاي الاي 2. بعدين شو حكيت له؟ حكيت له a of 1 يساوي star c اوكي star c plus plus. شو معناتها هاي a of 1 يساوي star c plus plus؟ يعني هاي معناتها انه قيمة ال a of 1 يساوي نفس قيمة ال star c اللي هي القيمة اللي بيأشر عليها اللي هي واحد تمام. بعدين بلس بلس هاي معناتها قيمة الإشي اللي بيأشر عليها، اللي هو بيأشر على A of 0 ستار سي بتأشر على A of 0 زد لها واحد، يعني كأنها صارت A of 0 بلس بلس. قيمة A of 0 واحد بلس بلس بتصير 2. يعني أول إشي A of 1 يساوي ستار سي الأولوية لستار سي، سي بتأشر على أول إليمنت قيمته واحد بحطه بـ A of 1، بعدين بلس بلس الأولوية للبلس بلس ستار سي بلس بلس، يعني هاي بتصير 2. بعدين شو حكيت له؟ A of 2 يساوي ستار سي بلس بلس. هسه هون يعني كأنه الأقواس ما إلها أهمية، فـ A of 2 يساوي ستار سي، وين الـ C وين بتأشر؟ الـ C بتأشر على الـ A of 0 لسه، فـ A of 2 يساوي ستار سي، فبتصير قيمتها نفس الـ A of 0. بعدين سي بلس بلس كان صار هذا سي بلس بلس، يعني نقول لي المؤشر على الاليمنت اللي بعديه يعني لهون، فصارت السي تأشر هون. بعدين شو حكيت له؟ A of 3 يساوي A of 3 تساوي ستار سي، السي ايش بتأشر؟ على هون، ف A of 3 بتصير هون. بس في خطأ بسيط اللي هو A of 2 هون لازم تكون قيمتها 2. A of 2 وين هاي؟ A of 2 يساوي ستار سي بلس بلس، ستار سي احنا غضنا انها واحد، لا ستار سي كانت تأشر على اول element، فهي بتكون 2 مش 1.